تخيلوا نفسكم لو انتم مع القط البر ده تفوت، تخيلوا نفسكم لو انتم مع القط البر دوت هتعملوا ايه؟ احسن فانز بدون مقدمه وبدون اي حاجه، مش عارفين نتكلم. خلي نفسكم، بص زي ما انتم شايفين كده، نقطة البر يا جماعة مواجهة شرسة بيني وبينه، وتحدي لا انا اللي هكسب لا هو اللي هيكسب، لو هو هيجي يضربني لا انا هكسبه، لو هو مش عارف ياخد مني الكتكوت ده. بصوا يا جماعة الكتكوت اهوت، بس انا مش هديهوله، انا عايز اشوف ردة فعله، هو هينتصر عليا ولا لا؟ هل هو هيهجم عليا ولا هيهجم على الكتكوت، ولا مش هيعرف يهجم على الكتكوت، ولا مش هيعرف يهجم عليا ذات نفسه؟ خد تعالى، خد تعالى، خد يا جماعة الكتكوت اهو، بصوا شوف الكتكوت اهو، هو هناك اهو، بصوا شوف هنا على الكتكوت، بصوا ازاي شايفين يا جماعة بيهز في ديله ازاي؟ يا جماعة شايفين بيهز في ديله ازاي؟ شايفين بيهز في ديله ازاي؟ خد تعالى، نانسي برنس برنس انا بعوده يا جماعه، اللي يشوف اي حاجه ما يروحش يمسكها الا ما انا اكونش معايا. تعالى تعالى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، والله ما هتعرف تاخده مني، مش هتعرف، ما تسوقش العوج وانا هديهولك، هجيب لك غيره، لا ما تاخدش حاجه صاحيه، عود نفسك ما تاخدش حاجه صاحيه، اللي انا ببحه واديهولك تاكله، اي حاجه في المزرعه ما تاكلهاش، تعال تعال اهي، مش هتعرف تاخدها، ها اهو، تعال خد 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 تعال، برنس شفنا يا جماعة الكتكوت فين؟ هو فين؟ شوفوا، عاوز اوريكم نظراته. تخيلوا نفسكم لو انتم مع القط البر ده تفوت، تخيلوا نفسكم لو انتم مع القط البر دوت هتعملوا ايه؟ احسن فانز بدون مقدمه وبدون اي حاجه، مش عارفين نتكلم. تعالى خلي نفسكم، بصوا
زي ما انتم شايفين كده نقطة البر يا جماعة، مواجهة شرسة بيني وبينه وتحدي، لا انا اللي هكسب لا هو اللي هيكسب، لو هو هيجي يضربني لا انا هكسبه، لو هو مش عارف ياخد مني الكتكوت ده. بصوا يا جماعة الكتكوت اهوت، بس انا مش هديهوله، انا عايز اشوف ردة فعله، هو هينتصر عليا ولا لا؟ هل هو هيهجم عليا ولا هيهجم على الكتكوت، ولا مش هيعرف يهجم على الكتكوت، ولا مش هيعرف يهجم عليا ذات نفسه؟ خد تعالى خد تعالى خد، شوف يا جماعه الكتكوت اهو، بصوا شوف الكتكوت اهو، هو هناك اهو، بصوا شوف هنا على الكتكوت، بصوا ازاي شايفين يا جماعه بيهز بديله ازاي، يا جماعه شايفين بيهز بديله ازاي، شايفين بيهز بديله ازاي، خد تعالى ازاي، نانسي برنس برنس انا بعوده يا جماعه، اللي يشوف اي حاجه ما يروحش يمسكها الا ما انا اكونش معاه. تعالى تعالى زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، والله ما هتعرف تاخده مني، مش هتعرف، ما تسوقش العوج وانا هديهولك، هجيب لك غيره، لا ما تاخدش حاجه صاحيه، عود نفسك ما تاخدش حاجه صاحيه، اللي انا ببيعه لك تاكله، اي حاجه في المزرعه ما تاكلهاش، تعال تعال اهي، مش هتعرف تاخدها، ها اهو، تعال خد 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 تعال برنس، شوفوا يا جماعه الكتكوت فين؟ هو فين؟ شوفوا عاوز اوريكم نظراته.